ليك يا أختي، أنا متأكد أنك فهماني غلط. ليك أخي، ما حدا بالعالم ما بيوقع بالغلط وما بيعترف بشغله، بس واجب عليه يتعلم من الغلط. بس بيكون أحسن إلك إذا تقبلت الحقيقة مثل ما هي، إنه مرة عندها علاقة مع شخص تاني غير زوجة، وهي مرة رخيصة وقحة وما عندها نتفة أخلاق. سكتي، أنت معصبة صح؟ آه؟ عندك ثقة كاملة ببنتك؟ سألي إذا كانت بريئة مثل ما قلتي، ليش قاعدة ساكتة بالزاوية عم تبكي وما عم تدافع عن حالها وعن شرفها؟ آه؟ مع إني قلت كتير شغلات عنها، ليش ما عم تحكي وساكتة هلأ؟ قولي. الخجل باين على وشها، وسكوتها بيعني إنه بتعرف حالها إنه غلطانة وبتعرف منيح هذا الشيء. كل هذا الحكي إشاعات أمي، ولا شيء مزبوط منه. أنا مستحيل أعمل هيك، ولا ممكن إني خون أختي مع جوزها أبدا. حرام عليكم، كل اللي عم ينحكى عني والله العظيم كذب. لكن ليش هالإشاعات عم تنحكى؟ لأنك بالأول تركتي بيت حماكي ورحت تعيشي ببيت مازن بدل ما تعيشي هون. بس درويش، انت ليش سويت هيك فينا؟ ليش خنت بنتي اللي صانتك؟ انت كنت متزوج وعندك ولد، ومع هيك فتت على بيتنا وطلبت ايد بنتي. لك كيف طوعك قلبك وعملت هيك؟ ما حسيت بالخوف ابدا انه لما رح تعرف العائله بغلطك وخيانتك شو رح تكون عواقبها؟ جاوبني، ما تضل ساكت، جاوب. قلي ليش خبيت الحقيقه؟ انا كنت خايف من امي. هالشي من 5 سنين، وقت فتحت فرع تاني لشركتنا بيبوني، مدهوري توظفت هنيك موظفة استقبال، وأنا أعجبت فيها كتير. شوي شوي صرنا رفقات وصداقتنا تحولت لحب. في شي صار لحتى مدهوري صارت حامل قبل ما نتزوج. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.